أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 8 رسائل لثمانية مناطق مختلفة إلى قيصر ملك الروم والمقوقس ملك القباط بمصر والنجاشي ملك الحبشة وكسرى ملك الفرس ثم إلى ملك البحرين وملك عمان ثم أمير دمشق وأمير اليمامة. كل تلك الرسائل غايتها واحدة وهي التبشير والدعوة إلى دين الله تعالى. لكن من الرسائل المثيرة وهي التي أرسلت إلى ملك كسرى كان محتواها دقيق وفي فترة حساسة. دعونا نتعرف على تفسير الرسالة وكيف تعامل معها ملك كسرى. كل شيء بدأ عندما أمر الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبعث لملك ملوك الفرس كسرى برسالة له. بعد هذا الأمر الرباني وكل رسول الله عبد الله بن حذافة بتوصيل الرسالة إلى بلاد فارس. عند بلوغه بلاد فارس استأذن بمقابلة ملكهم لأنه يحمل رسالة له. جلس ملك كسرى على كرسي العرش ثم أمر بإدخال المبعوث. أمر الملك أحد رجاله بأخذ رسالة، لكن عبد الله اعترض قائلا: لقد أوكلني رسول الله أن أسلمك الرسالة شخصيا. فقال الملك لرجاله: حسنا، أتركوه يدنو مني. فدنا منه عبد الله حتى ناوله الرسالة يدا ليد. أحضر الملك كاتبا عربيا من أهل الحيرة ثم أمره أن يخبره بمحتوى الرسالة التي بين يديه. بدأ يقرأها وهو متردد فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فما سمع كسرى هذه الرسالة حتى اشتعلت نار الغضب في صدره فاحمر وجهه. سبب الغضب هو أنه رأى أن رسالته هي تحدي له، وأيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه بقوله: من محمد رسول الله إلى كسرى. فكان تفكير ملك كسرى تفكيرا شكليا، ولم يفهم المضمون ولم يهتم له، فغضب للشكل. فلو كان عقلانيا لانتبه إلى محتوى الرسالة الذي يعظمه إلى كسرى عظيم فارس. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان دقيقا في كلامه، حيث قال أيضا: السلام على من اتبع الهدى، بدل قول السلام عليكم ورحمة الله. وهذا يعني السلام سيكون لكم إذا اتبعت الهدى، أي اتباع الإسلام دين الحق، أما غير ذلك فلا سلام لكم. أما لفظ فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك، والتي كان يقصد بها أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. لم يقل لفظ وإن أبيت فإني قاتلك أو سأحاربك، لأننا نعرف أنه لا إكراه في الدين. فسبحان الله، الكلام كان دقيقا. فإن إثم المجوس عليك يعني أنني لن أقاتلك إلا إذا دفعتني إلى ذلك، وقومك الذين سيواجهونني ويموتوا بسببك فإن إثمهم عليك. كان ملك كسرى يعتقد أن أهل الحيرات عبيده، لذلك غضب ومزق الرسالة. وأيضا بسبب الهزيمة الأخيرة التي نالها من طرف الروم زاد غضبه، لأنه يعتقد أن العرب والتابعين له بدأوا يتجرؤون عليه. الكبر والشعور بالعظمة وأنك فوق الكل يجعلك تأخذ بعض الخطوات الخاطئة والتي قد تندم عليها مستقبلا. وهذا ما حصل لملك كسرى. فكما نعلم جميعا فقد هزم من طرف المسلمين، المسلمين الذين كانوا بذلك الوقت واثقين في رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم وفي أنفسهم ومدركين بأن الله معهم. أما ملك كسرى فكان يرى أن العرب هم فقط عبيد له، وأن التصدي لطغيانهم أمر مفروغ منه. والعبرة هنا: دائما لا تدع الغضب يسيطر عليك، وإنما قدر الأمور بأقدارها. ودائما لا تفهم الكلام بالطريقة التي تراها أنت، بل حاول أن تستوعب المقصود والغاية من الكلام الذي يعنيك، ولا تستصغر من أحد كما فعل ملك كسرى، فلا تدري أن من تنتقص منه أو تحتقره هو خير منك عند الله. إذا كنت تحب هذا النوع من المحتوى، أرجو منك إعطائي رأيك بالتعليق أسفل الفيديو.